أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لماذا نؤدي الواجبات إما باستثقال أو بلا روح؟ من باب أداء مهمة، مطلوب نصلي هالركعتين، خلينا نقوم نصلي هالركعتين ونقوم نصليهم. لماذا نشعر بثقل بعض الواجبات علينا؟ أنه مثلا يجب عليك أن تحج، والحج في خصوصيات وأعمال وطواف وسعي إجمالا، أو مثلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يؤمر الشخص بالجهاد. لماذا نستثقل الواجبات؟ بمجرد أن يجد الشخص في نفسه استثقالا لواجب، فعليه أن يتنبه إلى أن أصل علاقته بالله عز وجل تحتاج إلى ترميم. أصل علاقته يحتاج إلى ترميم، لأن هذا الاستثقال يرتبط بضعف الحب لله عز وجل، وهو أوجب من الاعتقاد بالله عز وجل، ويكشف عن ضعف الإيمان بالغيب، ويكشف عن قوة حضور الدنيا في الشخصية، ويكشف عن الخطر الذي يتهدد مصير هذا الإنسان إذا بقي كذلك. إنه واحد ما بيحب الله شغلي قليلة، هي هذه قليلة، ما بيحب الله سبحانه وتعالى. تقول واحد إنه بعد فترة يكتشف إنه مثلا أم لا تحب ابنها مثلا، أو ابن لا يحب والديه. طبعا أين الثريا من الثرى، بس إنه التشبيه يكفي فيه وجه الشبه. إنه واحد لا يحب الله أصلا، إذا هو كان ما بيحب عبد الله الرضيع سلام الله عليه فهو مريض، فكيف إذا كان ما بيحب الإمام الحسين سلام الله عليه؟ بعدين حب الإمام الحسين سلام الله عليه، حب أهل البيت جميعا سلام الله عليهم، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يتفرع على حب الله عز وجل. طيب فإذا كان حب الله مش موجود، فهذا الحب قد يكون سياسيا. صح من أراد الله بدأ بكم، لكن بدأ بكم لأنكم أولياء الله، يعني يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه رسول الله. طيب ماشي، فينا نقول أنه يكفي في البداية الاعتقاد بالله عز وجل لنأتي إلى رسوله، لكن نأتي ونبدأ بتعميق العلاقة بحيث تصل إلى علاقة الحب العظيم. أما أن نأتي إلى باب رسول الله صلى الله عليه وآله، أو نتوسل بأهل البيت عليهم السلام، ونحضر مجالس سيد الشهداء سلام الله عليه، ونهتم بكل ما يرتبط به دون أن ننتبه إلى ترميم ضعف علاقة الحب بالله عز وجل، هذه مشكلة. طبعا هذه الدموع هي التي توصلنا إلى التنبه إلى هذا الخطر وضرورة ترميم أصل الحب به سبحانه وتعالى وتقويته. بالنسبة للواجبات، ينبغي
أن تكون رحلة العمر للشخص منا أنه كلما واجه واجبا يجب أن يدرس نفسه، فإذا رأى استثقالا فهو لا يعرف، بالإضافة إلى الأخطار التي يكشفها هذا الاستثقال، يكشف عن أن الشخص لا يعرف كم يحب الله عز وجل عباده. لأنه إذا انتبهنا أن هذا الأمر صادر من المحب، الله عز وجل يخاطب المسرفين على أنفسهم، يقول لنا نحن المسرفين: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن هو يحبنا حبا نحن لا نفقهه، لأنه يحبنا هذا الحب العظيم منح الأمهات الحب والحنان واللطف والرأفة والتضحية، فكل حب الأمهات رشحة من حبه عز وجل. إذن عندما يكون شخص حريص عليك، يحبك كثيرا، ويريد منك أن مثلا تبتعد من هذا المكان لأن هناك خطرا، هناك صاعقة ستنزل بك لا سمح الله، وأنت تواجه هذا الأمر باستثقال، أنت لا تعرف هذا الشخص، لا تعرف حنانه وحنينه، لطفه ورأفته، لا تعرف علمه بالمصلحة، مثل ابن النبي نوح: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أنه بصير مثل خطر جاي، اصعد إلى السفينة، لا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. واحد بيطلع بيقول ما في صاعقة، لأنه لا يفهم. عندما نواجه حكما، الصلاة واجبة، يعني إن لم أصلي أفقد إنسانيتي، لا يمكن أن يحفظ الإنسان إنسانيته بدون الصلاة. إذن هذا الواجب مهم جدا لمصلحتنا جدا، لأننا لا نبني تديننا على أساس حب الله عز وجل نصبح نستثقل هذا الواجب. بالنسبة للمحرمات أيضا نفس الكلام، لكن بشكل آخر، أنه الترك، يعني مثلا الغيبة تحريمها لأنه خطر شديد جدا يؤدي بالإنسان إلى الخلود في النار، تماما كالطفل الذي يرى سلك الكهرباء يلمع ويعجبه أن يمسكه، وأمه قريبة وتصرخ تمنعه من ذلك، هو يضحك أنه يستطيع أن يمسك قبل أن تصل إليه أمه، أنه كلمة يقولها الشخص، بس هالكلمة تحليلها الإلهي، تحليلها عند من يعلم حقائق الأمور عز وجل، أنها أخطر من كل القنابل الذرية والهيدروجينية وكل ما في الدنيا من نار، لأن الإقامة على هالمحرم هذا، الإقامة على الغيبة، تخلد في النار، ونار جهنم أبرد نار في جهنم، هي أشد حرارة من كل نيران الدنيا. فعندما نصبح نتعامل مع ترك الحرام على أساس أن هذا الحكم صادر من الحبيب الذي لا حبيب غيره، وهو يرأف بنا، وضع بيختلف، هذا يساعدنا على الترك، كما يساعدنا الحب في مجال التعامل مع الواجب على فعل الواجب. بالنسبة للمستحبات والمكروهات، أن محل الابتلاء عندنا في المستحبات والمكروهات أكثر، لأن الكثيرين منا أخرج المستحبات من دائرة الاهتمام، فلذلك أصبحت الحاجة تمس أكثر إلى أن نقف عند المستحبات. في هذا السياق، سياق ترميم اليقين الثقافي، سياق العمل لبناء علاقتنا بالله عز وجل على أساس الحب،
وقفت عند بعض النصوص من كتاب الدعوات، فهذا كتاب عظيم جدا لابد وأن يهتم به المؤمن ويقرأه بقراءة تخصصية، يعني بتمعن وقراءة دقيقة، ويكتب يعني بعض الفقرات بعض الخواطر. من جملة ما ورد فيه أني طبعا عنونت بعض الروايات تحت عنوان، العنوان مني قواعد صحية. سوف نرى ونحن نتابع الروايات أن من يحبنا عز وجل حبا لا نفهمه جعل المعصومين يهتمون بكل الشؤون المرتبطة بنا، مما يسهل علينا كثيرا من الأمور. في غفلتنا وتركنا لهذه الآداب مستحبات ومكروهات تكون الخسائر كبيرة. رب إنسان يلتفت إلى بعض القواعد الصحية فلا يبتلى بالأمراض التي نبتلى بها عادة. يقول روية: لا تأكل ما قد عرفت مضرته، ولا تؤثر هواك على راحة بدنك، والحمية هي الاقتصاد في كل شيء. الحمية بحسب الروايات ليست ترك، واحد بده يحمي نفسه من أمر مش معنى هذا أن يتركه، وإنما يقلل منه. الحمية هي الاقتصاد في كل شيء، وأصل الطب الأزم. الأزم يعني إمساك الشفتين، هلا رح يجي تفسيره الدقيق، يعني عدم الأكثر من الأكل. أصل الطب الأزم، وهو ضبط الشفتين والرفق باليدين، والداء الدوي إدخال الطعام على الطعام. واجتنب الدواء ما لزمتك الصحة، فإذا أحسست بحركة الداء فاحزمه. وفي رواية هون أنه بنسخة فاحسمه، ونفس الشيء احزمه يعني أقم سدا بينك وبينه بما يردعه قبل استعجاله. طيب، أصل الطب الأزم. في كتاب مستدرك الوسائل ورد هذا الحديث بتعبير آخر: أكمل الطب الأزم، بفتح الألف وسكون الزاء. والأزم هو ضبط الشفتين، يعني عدم الإكثار من الأكل والشرب، وعدم الإكثار من إدخال في جوفه ما لا حاجة له. ثم تحت عنوان حميتان لا بد منهما، دائما في الروايات هناك تأكيد على صحة البدن وربط بين صحة البدن وصحة الروح. يعني أن ينتقل الإنسان من القواعد التي يستعملها في مجال الصحة ليستعملها في مجال الروح. قال الباقر عليه السلام: عجبا لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار. فصل في صحة البدن والعافية بالصلاة والدعاء والذكر لله سبحانه في السفر والحضر. أورد القطب الراوندي هذه الروايات تحت عنوان، أضيف يعني أذكر أن العناوين مني: أربعة أذكار لدوام النعمة. يعني واحد بيقول ذكر، سبب هذا الذكر، هذا الذكر يصبح سببا لدوام النعمة. النعمة طبعا من جملتها الصحة، والنعمة بتشمل نعمة المال، نعمة الذكاء، نعمة إلى آخره، كل النعم المحيطة بالإنسان. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصبح ولا يذكر أربعة أشياء أخاف عليه زوال النعمة. هون بدي أكد لنفسي وللجميع على العلاقة بين الذكر وبين حب الله. مين اللي بيذكر الشخص؟ شخص متى يهتم بذكر شخص إذا كان يحبه؟
يوجد تأكيد في الروايات، وهذا من أوضح الواضحات عند الكل في الآيات والروايات، على دوام الذكر، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا الذكر لا يمكن أن يحصل إلا من المحب. فإذا ضعفت العلاقة بالله عز وجل ولم تبنى على أساس الحب، بصير يستثقل حتى الذكر. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين كفروا. وعلامة حب الله حب ذكر الله، علامة بغض الله بغض ذكر الله. طيب لما نلاقي بها الروايات أنه دائما الإنسان بمختلف الأوقات في أذكار مستحبة أولى، يعني هو يلهج بذكر الله عز وجل بشكل دائم، هذا بيخلي الحب ما يضعف، بيخليه يقوى، باعتبار أنه البعد جفا. فإذا كان واحد يلهج دائما هو لم يبتعد. من وصايا لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، من أطاع الله خافه، ومن خافه فقد أحبه، ومن أحبه اتبع أمره، ومن اتبع أمره استوجب جنته ومرضاته، ومن لم يتبع رضوان الله فقد هان عليه سخطه. نعوذ بالله من سخط الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصبح ولا يذكر أربعة أشياء أخاف عليه زوال النعمة، أولها أن يقول: الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميان القلب. مشكر الله عز وجل على نعمة التوحيد. لو فرضنا ما في إلا الذكر هذا لحاله، بيقول واحد يوميا، هذا من شأنه أن يقوي حبه لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميان القلب، هذا الذكر الأول. الثاني يقول: الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله. دائما خلينا نتذكر أنه الذي يحب شخصا إذا مر اسمه أمامه عدة مرات وما اهتم، ما انتبه، ما خفق قلبه بالحب، معناها ما بيحب. طيب ننتقل من هذا لنلقي القبض على أنفسنا، منصلي ويتكرر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأذان بالإقامة بالتشهد عدة مرات: اللهم صل على محمد وآله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمدا عبده ورسوله. أقول ثلاث مرات مش مرة، محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليك أيها النبي. وهول كلهم بيمرقوا واحد شارد، شو هالمحب لرسول الله. طيب اسم الله عز وجل قديش بيمرقوا الصلاة بالأذان وبالإقامة وبالقراءة وبالركوع وبالسجود: سبحان ربي العظيم وبحمده، كم مرة ذكر الله عز وجل؟ سبحانه يعني هو مش غير، وربي والعظيم وبحمده. ويجي واحد بيصلي من أول الصلاة إلى آخرها لم ينبض قلبه بالحب. عاد هيك: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ذكر الحبيب يظهر في القلب مباشرة. إذن الفرق كبير بين الحب الميت، بين التدين الميت والتدين الحقيقي. التدين الحقيقي الوجود يعمر به، مش إنه هو يضج بالحياة، الوجود أصلا الدنيا تعمر بهذا الحب الحقيقي. خصوصا ممن يقول: خلق لكم، سخر لكم يا عبادي. الذكر الثالث يقول: الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعل رزقي في أيدي الناس.
بس بدك نقتنع نحن أنه هو الرزاق، لأنه البعد عنه سبحانه وتعالى بناء التدين على أساس الاعتقاد الجاف بصير واحد يشعر أنه شاطر وشطارته، إنما أوتيته على علم عندي، بصير هو الرازق مش الله الرازق، مش الله خير الرازقين، لا هو شاطر. والدليل أنه في ناس ما عم يجيهم مصاري، هؤلاء الناس اللي ما عم يجيهم مصاري وفق حكم، وممكن يكون واحد ما بيشتغل لأنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى مطلوب يعمل، بس مثل التدين واحد هو بصير متدين لحاله والله برحمة من الله، مثل النفس، النفس منين؟ بس إله علاقة بهالرواية وإله علاقة بهالجسم وإله علاقة به. لكن الموحد لا يمكن أن يعتبر نفسه أنه هو سبب، هو واسطة، والسبب هو مسبب الأسباب عز وجل. الذكر الرابع: الحمد لله الذي ستر ذنوبي وعيوبي ولم يفضحني بين الناس. الحمد لله الذي ستر ذنوبي وعيوبي ولم يفضحني بين الناس. ولو اطلعوا يا مولاي، الإمام الحسين عليه السلام دعا عرفة أنه بعد أن يتكلم أنه يا من سترني عن عيوني الآباء والأمهات والسلاطين وكذا، لو اطلعوا على ما طلعت عليه إذن لرفضوني، خير الساترين. الحمد لله الذي ستر ذنوبي وعيوبي ولم يفضحني بين الناس. هؤلاء الأربع أذكار اللي عم بيقول عنهم النبي صلى الله عليه وآله: من أصبح ولا يذكر أربعة أشياء أخاف عليه زوال النعمة. هي ثقافة المستحبات، ثقافة عظيمة، الأعراض عنها يتلازم مع خسائر عجيبة تؤثر في العاقبة. طيب، تحت عنوان: لدفع كل مكروه في النهار وفي الليل. قال صلى الله عليه وآله: من قال حين يصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يفجأه فاجئة بلاء حتى يمسي. ومن قالها حين يمسي لم يفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح. شو بدي أقول؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هي تأمين عن النهار إذا قالها الصبح، وتأمين على الليل إذا قالها بالليل. أنه والله الأولاد وقعوا من رشوة، طب ما هو في حصن البيت. والله وقع وانكسر، ما في حصن وضعه هو. في عنا هالروايات موجودة. نترك كل هذه المسائل ونبحث عن القدوة. والله انه في هيك نمط العيش كذا، والاتيكيت والشوكه والملعقه والمشي وكيف شكلها والقعده ونوع الستائر الشفاف، لانه مش مساله الستر المحور، محور الجماليه. هذا نتيجه عدم اليقين الثقافي، نتيجه عدم بناء العلاقه بالله عز وجل على اساس الحب. أيضا كان صلى الله عليه وآله إذا صلى الغداة قال: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني وأرني ثاري في عدوي. بعد صلاة الغداة: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني. إن واحد ولما يجي أجله بموت، أطال الله أعمار الجميع، سمعه بيكون بغاية الصحة والعافية، وبصره كذلك. واجعلهما الوارثين مني وأرني ثاري في عدوي. العدو الأساسي هو العدو المبين، الشيطان ومن يرتبط به. بس بالنتيجة بدنا نفهم هالأدعية لما تركز على العدو، والدرجة الأولى العدو هو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. من جملة ما ذكره القطب الراوندي: دعاء عن النبي صلى الله عليه وآله جاء به جبرائيل عليه السلام. هذا الدعاء
معنون في عدة مصادر بعنوان المناجاة بالاستعاذة. فثقافة المستحبات، ترك المكروهات، ثقافة عظيمة جدا، مخزون الحب الموجود فيها مخزون كبير. لازم نعود أنفسنا أنه على الأقل نقرأ، ونصير شوي شوي نحرص على الالتزام ببعض هذه الأذكار والمستحبات. هذا جزء من عملية الترميم الثقافي، جزء من عملية تصحيح علاقتنا بالله عز وجل لتكون علاقة حب به سبحانه وتعالى، علاقة أنس. يقول القطب الراوندي، روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: دفع إلي جبرائيل عن الله تبارك وتعالى هذه المناجاة في الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء، فأعذني ربي من صرعة البأساء، واحجبني عن سطوات البلاء، ونجني من مفاجآت النقم، واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم، واجعلني اللهم ربي في حما عزك وحياط حرزك من مباغتة الدوائر ومعالجة البوائر، الأمور التي تهلك وتبير. اللهم ربي وأرض البلاء فاخسفها، وجبال السوء فانسفها، وكرب الدهر فاكشفها، وعوائق الأمور فاصرفها، وأوردني حياض السلامة، واحملني على مطايا الكرامة، وأصحبني إقالة العثرة، واشملني بستر العورة، وجد علي ربي بآلائك. حديث حب، علاقة بين حبيبين، ومن شأن هذا النمط من الأدعية أن يقوي علاقة الحب ليبنى التدين على أساس الحب، مش على أساس جفاف الأدلة والبراهين الجافة. وجد علي ربي بآلائك وكشف بلائك ودفع ضرائك، وادفع عني كلاكل عذابك، واصرف عني أليم عقابك، وأعذني من بوائق الدهور، وأنقذني من سوء عواقب الأمور، واحرسني من جميع المحذور، واصدع صفات البلاء. الصفات الصخرة، إلهي يعني اكسر صخرة البلاء عن أمري، واصدع صفات البلاء عن أمري، واشلل يده، يد البلاء، مدى عمري، إنك الرب المجيد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد. إذا نموذج من الأدعية، إذا بدنا نفكر بمخزون الحب الموجود فيه من الله عز وجل لعباده، من العبد لله سبحانه وتعالى، وأن الأمور التي تبث هي الأمور التي يحمل همها الشخص، عادة إلى من يبث شؤونه وشجونه ومشاكله الشخص، إلى من يثق به. طيب، مرة على مرة أن واحد عم يعرض مشاكله دائما هون، العلاقة تترسخ، خصوصا عندما يرى أثر هذا الدعاء. أيضا هناك ذكر يصرف الله به عز وجل شر الدنيا، ذكر قصير بيقوله 10 مرات، أقل من سطر، بيقوله 10 مرات يصرف الشخص به شر الدنيا. وفي عنا هلأ للآخرة بيجي بعد ذكر آخر. روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم قبيصة الهلالي، شخص اسمه هيك، أن يقول بعد صلاة الفجر: سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 10 مرات، 10 مرات: سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 10 مرات. يصرف الله به شر الدنيا. هذه مسابقات وجوائز،
هلأ منصدق بالمسابقات إنه والله على علبة محارم واحد ربح له مدري قديش سيارة أو ما شابه، بس إنه رواية المعصوم الذي أطلعه أظهره الله على الغيب يقول، هي المعادلة، هي معادلة. نحن ما بنعرف الأسرار، المعصوم بيعرفها. وبرجع بأكد، خلينا نأكد على الأذكار كما وردت في موسوعات كتبنا الفقهية، موسوعات علمائنا الفقهية الكبير. أيضا ذكر للآخرة، قال قل للآخرة اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. طبعا الكتب الخاصة بالأدعية والأذكار موجودة، ومن أعظم المتداول بين الناس على نطاق واسع كتاب مفاتيح الجنان، أيضا ذكر قصير وحافظينه، يدفع أنواع البلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله، يدفع أنواع البلاء. من اللي بيقول هيك؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه، باب الحوائج موسى. إنه واحد إذا واظب على قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يدفع عنه أنواع البلاء. بصير يدور واحد وبروح ويجي ومدري شو، بدنا شي عمل وبدنا شي ذكر وأوراد وشغلات. طيب إذا كان الشخص في السراء هو مواظب على هالمسائل ونزل به شدة، في علاقة بينه وبين هالدعاء، بصير يأثر بشكل آخر مختلف. معقول أنه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، ترك الناس بدون حلول لمختلف المشاكل اللي بيواجهوها؟ طيب مين منا اللي بيحتاج يوميا أنه يعرض مشكلته على أحد في المجال الفلاني أو المشاكل اللي عنده؟ هي موجودة بكتب الأدعية اللي حدنا، مفاتيح الجنان عارة موجود بكل بيت. اقرأ وشوف هالأذكار الموجودة، التعقيبات شو أثارها، هذا يساعد على حل مشاكلنا ويجنبنا كثير من الابتلاءات اللي بنعاني منها. رسمت السبيل فيا وارث الأنبياء سلام عليك من الله لا لن يزول. وقفت أمام اختبار عظيم وأحييت في الناس صبرا جميلا وتاسع أبنائك الظاهرين سينشر في الأرض نبلا أصيلا وإن المعارف تروي الحكايا يقرأ